عمال الرئاسة جميعهم تجمعوا اليوم لنظافتها، مدنيين وعسكريين، نساء ورجال، مسؤولين وعمال عاديين، في مقدمتهم السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو. الكل في ثوب واحد، والغرض واحد، والهدف واحد، هو نظافة مبنى الرئاسة برمتها، حيث لملمت الأوساخ وحرس الأعشاب وقطع الشجيرات. وإن مشاركة سيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو صاحبة الروح الوطنية والإنسانية، والتي دائما تشارك الجميع في نشاطاتهم الوطنية، حمست الجميع. فبالأمس القريب شاركت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو في عملية النظافة الجماعية مع كبار المسؤولين بالدولة ثم القوات المسلحة الوطنية. أضف إلى ذلك مشاركتها للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، وها هي اليوم تضع بصمتها مع عمال الرئاسة، والقادم أفضل. كل هذا دليل على أنها تسعى من أجل تحسين صورة البلاد، وتدعو الجميع إلى تغيير سلوكهم اليومي والاهتمام بالنظافة التي هي عماد الصحة. هذه العملية شجعت جميع العمال بمختلف مناصبهم، وزراء ومدراء ومساعدين وجنود. العملية التي استمرت أكثر من ساعتين وصفتها مديرة المكتب المدني لرئيس الجمهورية بالوطنية، وقالت إنه يجب على الجميع نهج هذا الطريق الذي يوصلنا إلى ما نريد تحقيقه، لتكون بلادنا مرآة لإفريقيا كما رسم لها من قبل. الناس أنا بريزان جو بنية واعدة، وشفتهم جايين يخدموا فرحانين، ولا قلب بقول مش الناس لزوم وأسروم ما في، سأبدي شغل لهم مشالو شالو مش الحنام وخلاص خدمة. أيام شفتوا ده من هناك داخل وكده يحس هني مرقنا النتواج ده بنية واعي، وكان ندفه وشغل ندفين ده ما اليوم بس خلاص ندفين ده أيام سوينا أم باك نسو أم بكرة وإلا وإلا نسو خدمة نضافة ده لأننا كلنا ندسوا إيدينا، ولازم الجنرال المينيستر وكده يدس إيدينا يمتلكي قبل يشوف الشعب كله بقول شغل ده بوالينا كلنا كي عشان ندافع عن الدولة ده، ما بقولوا إلا نشوف جمعنا نديف وإلا كي ندافع عن الدولة ده، كل شعب بنضيف البيت من داخل يا كاري حقا يا شاري حقا ده بخلينا بقول جمعنا تبقى فيترين دي الأفريكا ندورو تبقى فيترين دي الأفريكا أنا مدسين إيدينا وشعب واحد بواحد مدس إيدينا جمعنا ما بتبقى يا تو اسمه شنو فيترين دي الأفريكا. وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزابي باهيمي دبي أشاد بهذه البادرة، وقال إنني سعيد اليوم للمشاركة في هذه العملية التي تؤكد نية الجميع في بناء تشاد الغد آمنة مستقرة متحدة ونظيفة. وبهذا فقد أرسلت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو رسالة لجميع المواطنين، مفادها أنه لا صحة بدون نظافة ولا حياة مع الأوساخ. اليوم أنينا جينا الأمال هنا البريزانس من الساعة 6 وهسا لغاية الساعة 9، وقلنا كان ربنا وفخانا نودد من الساعة 10 لنظفوا محلنا هناخد منا، وبدا ننتهد الفرصة نطلب لكل التشادين القايدين أي نادم خليه يمشي في محله عن الخدمة ويقش، سواء كان عندك شركة سواء كان عندك مطعم في قدام خشم المطعم كله تجي تقش أي ما يوم السبت بعد ما قشت بيتك تقشها. ونشكر البرسونال أنا بريزدانس لأن اليوم ده أنتو شجيعين وشجعتونا أنينا كله معاكم مرقنا معاكم شجعتونا، والرحلة دي ما تقف فيني تقف نودوها لخاية كان ربنا وفقانا دي اللي حياتنا القاعدين فوقها عشان نعلم شغل كان بديت تنظف ما توقفها، واي ما اسبوعين نلوم وانينا بيرسونال نبريزانس ونجي ننظفوا البريزانس ان شاء الله.